فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكي على الامل الرياضي بحمام سوسه. تطورات اداريه وتغييرات قاعده تصير في الجمعيه، جلسه عامه انتخابيه في الافق. على كل باش ناخذوا تفاصيل على الوضعيه في الفريق مع عند السيد القنطاوي النوري المرشح الوحيد لرئاسه الفريق في الجلسه العامه الانتخابيه. سي القنطاوي اهلا بك. مرحبا بك خويا اسلام، مرحبا بكل مستمعي اسلام اكسبريس اف ام، وتحيه لزملائنا في اي اف ام. تحيه ليك مرحبا بك سي النوري. دونك حابين ناخذ من عندك اكثر تفاصيل باش تكون ان شاء الله المرشح الوحيد في انتخابات عمل حامسوس، هكا ولا؟ فعلا البارح عند غلق باب الترشحات قائمه واحده تقدمت لرئاسه العمل الرياضي بحامسوسة، فيها مجموعه من الاخيين اللي طبعا ابناء النادي واللي نشطوا في النادي في مواسم سابقه. بعد فترة نقولوا احنا من الفراغ التسييري اللي عاشتها الجمعية، حبينا معناها نرجع فقط باش نرجع لتحضيرات جدية للموسم الرياضي ان شاء الله. بأكيد المتابعين للشأن الرياضي خاصة في حامسوسة يعرفوا اسم القنطاوي النوري، شنو برنامجكم حضرتوه سي القنطاوي أكيد للمهمة هذه؟ والله بالنسبة لنا احنا كفريق صعد حديثا للرابطة المحترفة الأولى، بالنسبة لنا الأوبجيكتيف الأولاني هو أنه معناها نحافظ على الفريق في الرابطة الأولى ونحقق معها إن شاء الله مرتبة محترمة تليق باسم الأمل الرياضي بحمسوسة في وسط الترتيب. صراحة معناها مش يكونوا موضوعيين، معناها نحبوا نحط نبداو ساقين على الأرض، نعدي موسم باهي، نشرفوا في وجه الامل الرياضي بحمسوسة مع طبعا الهدف الاساسي هو ضمان البقاء. باهي، كان فما اخذ رد حول شكون باش تقدم للرئاسه، كانت فما قائمه اخرى ظهر لي وبعد قدمتها انتم، شنو صار؟ شنو التطورات اللي صارت؟ والله بالنسبه لنا صحيح فما برنامج اول كان مع سي محسن ساسي. سي محسن ساسي اتصل بي على انه معناها عنده برنامج للامل الرياضي بحمسوسة وانه قادر على انه يدعم الامل الرياضي بحمسوسة. جلست معاه طبعا سي الهادي الحوار، لانه يعني كان صديق سي الهادي الحوار. في الاول معناها شفنا انه فما معناها برنامج قولوا احنا باهي، وخاصة معناها انه حتى الاوبجيكتيف سي محسن حطوا اوبجيكتيف عالي، معناها يحكي على مراتب الاربعه الاولى في الكلاسمون في الرابطه الاولى. لكن معناها اللي صار انه معناها تقدم في تكوين الهيئه المديره ما كانش معناها بالشكل المطلوب. لقيت انه معناها اني كنت معاه في الهيئه المديره في خطه من الاول نائب رئيس، ومن بعد في خطه ما عرفتهاش شنيا، ومن بعد فما مدير رياضي تخلى على الخط وتقريبا استحوذ على كل الخطط بما فيها حتى رئيس الجمعيه، معناها هو يتصرف معناها في الجمعيه معناها قبل حتى ما تتسلمها الهيئه المديره. كانت تمشي غلط، معناها كي نتحدثوا على معناها على جمعيه اول حاجه لازم تتكون هيئه مديره. الهيئه المديره هذه تجلس مع بعضها وتكون قريبه مع بعضها وتحكي مع بعضها وتعرف شنو الاوبجيكتيف بتاع الجمعيه وشنو هو معناها البرنامج اللي حضرته الهيئه هذه للامل الرياضي بحمسوسة، وشنو الشيء اللي خلاها زاده باش تقرب للامل الرياضي بحمسوسة. بصراحه معناها فم برشا حوايج غريبه شويه صارت. كيما شنو؟ مساش شنو صار؟ كيما شنو؟ والله كيما شنو؟ احنا كي نتحدث على هيئه مديره في الامل الرياضي بحمسوسة على الاقل يكون فيها تمثيل من نقولوا احنا مسؤولين في الامل الرياضي بحمسوسة. لاعبين سابقين في الامل الرياضي بحمسوسة، مسيرين سابقين في الامل الرياضي بحمسوسة. كي تروحي معناها في وقت من الاوقات معناها في هيئه كان اني واحد فيها معناها نمثل الامل الرياضي بحمسوسة ولا نمثل المسيرين واللاعبين السابقين في الامل الرياضي بحمسوسة. معناها مع احترامي للاخوه اللي كانوا معنا، لكن احنا في حمسوسة على الاقل اتفاقنا مع السيد الرئيس المرتقب وقتها سي محسن ساسي على انه هو معناها نقاسموا الهيئه اربعه من حمسوسة ونجيبوا اربعه من معناها من اصدقاء ولا من الناس اللي يثق فيهم ولا كذا، فماش حتى اشكال. حسيت براينيه معناها باش تاخذ جمعيه؟ مش بالضبط هذا، يعني كانك تحدث براينيه، يعني في الهيئه نتاعي اللي عملتها عندي شكون من المهديه وعندي شكون من فيضه وعندي شكون من القلعه الكبيره، معناها راهو ما عندناش حتى اشكال، معناها باش نكونوا واضحين معناها. فهمت. لكن اللي لاحظته انه فما تغييب متعمد.
وبصراحة معناها اللي لاحظته أنه فما تصرفات غير مقبولة، أنه الرئيس تقريبا غايب، هو متواجد في تونس، جاب مدير رياضي، جاب مدرب، معناها وليت حتى الخطة المدرب عمل تركيبة الإطار الفني باختيار الرئيس وحده، نعاوده التركيبة هذه بدأت تعمل على روحها، ولا فما تداخل بمعنى استنسنا به، عمره من المدرب يدخل في تركيبة هيئة مديرة، احنا ولا مدرب يتصل بشكون مش يقول له انت مش تشد رئيس فرع، ويتصل بشكون يقول له انت مش تشد ناطق رسمي، تحكي بشكون يقول تحكي على رفيق المحمدي معناها اللي بدا العمل نتاعه في مناسبة اول. نحكي على سي رفيق المحمدي اللي هو كان موجود، وسي رفيق تفاجئت معناها، حتى سي رفيق يبدا يحكي معايا نحبك معايا ونحبك وقت معايا، ومن بعد من جهه اخرى نلقاه هو معناها من ورايا معناها يعزز في الهيئه المديره بناس اللي معناها حسينا حتى لاقصاء ربما قولوا احنا ولاد جمعيه من الاخر، فهمتني؟ وهذا لاحظناه مش حتى كان في التسيير، حتى في المناصب الثانويه قولوا احنا في ليكيب سينيور معناها، فهمتني؟ وهذا شيء ما قبلناش بصراحه. وطبعا اتصلت في نادي الحوار وقلت له راهو فما حوايج قاعده تصير غريبه في الجمعيه، ما نجمش نخدم في ظروف كيف هكا، الناس كلت لي وجهي في حمام سوسه، وينهم الحماميه؟ وين ولاد الجمعيه؟ في الستاف تكنيك؟ في الهيئه المديره؟ لقيت روحي وحدي في وسطهم، قررت اني ننسحب بصراحه، اعلمت الرئيس بالقرار بتاعي نهار السبت، طلب مني باش يقعد معايا نهار الاحد وسي نادي الحوار، لكن رفضت بصراحه. اتصل بي حتى السيد فهمي النيفر، قال لي معناها يحبك تطلع بحدا تونس ونعملوا هيئه توافقيه وكذا، قلت له فماش اللي نعملوا هيئه توافقيه لشيء، بحرص زاد من رؤساء سابقين كيما سي عادل مرجان، كيما سي سامي الجندوز، سي زهير الشاهد، سي عادل مرجان، سي فهمي النيفر، قعدنا مع بعضنا ولقينا معناها صيغه تاع انه كيما نقولوا احنا نقربوا لبعضنا الناس الكل، وحبينا سي عادل مرجان للامانه معناها يكون هو رئيس القائمه، لكن سي عادل لي ظروف صحيه قال معناها يعني نتعذر عليا، لكن معناها اقترح الاسم نتاعي يكون ناني في الرئاسه، ووافقوا الخيان الكل على الموضوع هذايا، قال انه الناس الكل مش ناقفوا لجمعيتنا، وباذن الله معناها ان شاء الله نعديو موسم باهي في الرابطه المحترفه ان شاء الله. باهي دونك اول ما خذيتو اول ديسيزيون خذيتوها هذا اللي نحيتو لرفيق المحمدي. والله ايش نقول لك، احنا كاطار فني، الاطار الفني هذايا اللي كان يخدم الاسبوع الفارط هو اطار فني عينه سي محسن فاسي. الاطار الفني هذايا عاده معناها تجتمع هيئه مديره المتكونه وتختار هي فيما بينها، كما وقع احنا البارح بعدي ساعه قدمنا ترشحنا، مجلس عملنا اجتماع 8 أعضاء معناها تقريبا 8 مشاو في رأي واحد اللي هو معناها اون شونج با اون ايكيب كي غاني، معناتها كي نشوفوا نوفل شبيل على الموسم اللي عداه عمناول مع الجروب نتاعو شفنا منه كان خير بصراحة، معناها فنيا وأخلاقيا ورياضيا وكل شيء بصراحة، ما فماش علاش معناها نحرموه من التواجد في الرابطه المحترفه الاولى. ومشينا في البرنامج هذا، يعرف الجروب هذا، يعرف الايفكتيف اللي عنده، يعرف شنو هي زاد شنو لي بوست اللي ناقصين معناها في الجمعيه، معناتها هذا يسهل لنا حتى لينا احنا الخدمه. مشينا في رأي هذا بالاجماع، هذا الكوتش نوفل شبيل هو المدرب بالنسبه للموسم هذا مع الامل الرياضي بحمص 16. وقتاش تبداو التحضيرات؟ والله شكرا. نذكر كان كنت بديت وتوقفت معناها. توقفت صحيح من على حد توقفت، لكن اليوم نرجع ان شاء الله باذن الله اليوم باش تكون اول حصه للمدرب نوفل شبيل. بالنسبه للانتدابات حددتوا المراكز ولا ما زلتوا؟ شويه فما شويه ريح بحذاك سي قنطاي، ولو كانت تحاول تنقل شويه بدل البلاصه. تفضل. خير هك. هكا توا خير. تفضل. قلت لك بالنسبة لنا عندنا جلسة بعد مع الكوتش اليوم باش نبداو بال 18 لاعب متعاقد مع الفريق، وعندنا 5 لاعبين منتهي عقودهم واللي يشوفهم هما ينجموا يكونوا في الرابطة المحترفة الأولى، 23 لاعب هذوما باش نطلقوا بهم، وبعد هو مش يعمل كيما نقولوا احنا الغرب اللي نتاعو في الرصيد اللي موجود، وبيان سور مش يحدد الانتدابات بتاعه، مع انه هو محددهم من 6 ماي، قدم لنا قائمه قبل
لانه كان البرنامج الاولاني معناه انه نوفل شبيل مش يقعد معانا، لكن تغيرت المعطيات معه ومع طبعا وصول بديتوا تحكيوا مع ملاعبيه ولا ما زلتوا؟ والله فما كونتاكت موجود مع مجموعه من اللاعبين. اعطينا لي بوست على الاقل جمهورنا من حمام سوسه. والله عندنا حارس مرمى، عندنا مدافع ايمن، عندنا بيفو، عندنا قلب هجوم، زاد لاعب اجنبي معناها ان شاء الله موجود معنا. زاد وصل ولا مازال موجود معنا؟ موجود لهنايا وقاعدين نشوفوا في ال ايه. قدمته تبارك الله، محضرين امركم من قبل لبرامو. والله شو نقول لك، احنا رانا جمعيه ما توقفش، جمعيتنا احنا نبداو واضحين من اللي ساعدنا للرابطه الاولى حضرنا برنامجنا. لكن ما قلت لك زعما انسحاب السيد فهمي النايفر معناها لخبط شويه الاوراق، خلى معناها جا التململ هذا والوضع هذايا والفراغ هذا هو اللي خلق شويه مشاكل. لكن ليفكتيف اللي ساعدنا به باش نحافظوا عليه مش نعزوه بانتدابات تقريبا بين 6 و8 لاعبين كما يسمح لنا طبعا القانون، قانون الانتدابات. وطبعا اللي فيه الخير ان شاء الله ربي يسافي ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك صحة. شكرا لك سي قنطار على دخلك معنا. شكرا. كان هذا اهم التفاصيل حول جديد في امل حمام سوسة مع رئيس المرتقب. بكيد جلسة العامة باش تكون امل حمام سوسة المرشح الوحيد القنطاري النوري. كان معنا خذينا من عنده اكثر تفاصيل على امل حمام سوسة. موزيكا الاخبار بعد كاملين في بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم.